طلبت منه يحضر معنا ويكون دينا كنا عطينا انطلاقه ديالها مع السيده العمده هذه واحد اليوم كنشهدوا الحفل النهائي لمسابقه مدارس خضراء اللي غتبارى فيها جوج مدارس المتأهلة اللي هما مدرسة شوقي الجلالي عن مقاطعة الحي المحمدي ومدرسة عقبة بن نافع عن مقاطعة الصخور السوداء. الموضوع ديال المسابقة كيتمحور بعالم النفايات والتدوير والفرز بواسطة أسئلة وأجوبة. المدرسة اللي غتحصل على أكبر عدد ديال النقاط هي اللي غتوج فائزة بهذه المسابقة اليوم. عملية المسابقة تمت بجوج المراحل، مرحلة تصفيات ومرحلة إقصائيات. مرحلة التصفيات كانوا فيها 32 مدرسة، طلبنا من جميع المدارس انهم يحضروا لنا واحد عمل فني، اما مسرحيه اما اغنيه راقصه اما تحفه فنيه. قامت واحد اللجنه مكونه من كازا بيئه ومن المديريه الجهويه للتربيه والتكوين جهه الدار البيضاء اسطات بجولات ب 32 مدرسه على اساس اننا نختاروا مدرسه واحده عن كل مقاطعه. بعد ذلك مرينا لمرحله الاقصائيات اللي بقات فيها 16 مدرسه، يعني دازوا دور الربع ودور النصف. في الاخير بقاو لنا جوج مدارس هما اللي غيحضروا، كنحضروا الحفل النهائي ديالهم اليوم. الهدف من هذه العمليه هو ترسيخ ثقافه النظافه والمحافظه على النظافه والفرز النفايات وعمليات التدوير لدى الناشئه. كما كتعرفوا ان ملي كنقوموا بهاد لي زيديسيون ديال المدارس الخضراء كنمنحوا التلاميذ واحد الشهاده اللي كتخولهم انه الصفات ديال سفير النظافه. بغينا ان هاد التلاميذ يكونوا سفراء في العائله ديالهم، في الحي ديالهم، في المدينه ديالهم، انهم هاد الرسائل اللي كنحاولوا نوصلوا لهم حنايا وصلهم للاقارب ديالهم. انا تفاجات بمستوى ديال التلاميذ لان درنا عندهم برنامج السنه الماضيه وبدات المسابقه في هذه السنه، زعما مفاجاه كبيره ان لقينا الوداد تبارك الله شدوا جميع الرسائل والمعلومات اللي وصلنا لهم، الى درجه ان واحد السؤال انا كنت باغي يجاوبوا عليه هو قانون ديال تدبير النفايات ديال 28.00، طلبنا منهم اش من سنه تصدر، كان الجواب ديالهم كلهم جواب صحيح. يعني انا الوداد تبارك الله كنسولهم مثلا على مع شحال خرجوا النفايات، كلشي كيجاوب جواب صحيح. كنقولوا لهم شحال عدد النفايات اللي كتخرج مدينه الدار البيضاء اللي هو 4000 طن في اليوم، التلامذ كلهم كيجاوبوا عليه. سولناهم على الرقم الاخضر الخاص بكازا بيئه، الجواب كله صحيح. يعني الحمد لله حنايا مرتاحين ومطمئنين ان هذا البرنامج وصل للاهداف ديالو. كاين شي استمراريه ديال المسابقه؟ بالطبع كاين استمراريه، حنا دابا في النسخه الثانيه في هذه السنه، دابا راه بدينا، كنا السنه الماضيه بدينا معدل جوج مدارس مقاطعات، هذا الموسم الدراسي عندنا ثلاث مدارس في كل مقاطعه. بدينا دابا المرحله الاولى في شهر ماي، توقفنا نظرا لظروف كاين امتحانات وكاين العطله، غنعاودوا اننا نستمروا في هذا البرنامج هذا مع مطلع السنه المقبله ان شاء الله.